بص يا فندي، الأصوات اللي في دماغك دي مش هتروح إلا إذا سمعت الكلام اللي بقولك عليه. هتوقع فحل بصل على دماغك مرتين في اليوم، مرة قبل الأكل ومرة بعد النوم. أهم حاجة الفرق يكون 12 ساعة، خد بالك. ها بس شوف كده وبطمني. يلا فوتك بعافية يا حبيب قلبي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. سعيدة. سعيدة مبارك يا أستاذ جبران، أخبار المادموازيل إيه؟ والله المادموازيل كويسة الحال يا إكسلانس، حتى بعتت معايا السلام ليك. عالي العال. قول لي أقدر أساعدك إزاي يا أستاذ جبران؟ والله يا حكيم، دماغي بقت وجعاني طول اليوم، بقيت أشوف المرحوم أبيه سيد وسيدي عبد القادر. مش ممكن، مش معقول. الكلام ده بدأ يظهر لك من إمتى؟ والله 3 أيام بلياليهم، ولا كأني مسافر جمصة. ها 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 ها. خلاص يا إكسلانس، خلاص حلك عندي. لا اديني الصداع النصفي. لا ده بتاع الزكام. بص بقى، سيبك من كل الكلام ده، انت تغمض دماغك في العين، مره قبل الاكل ومره بعد الاكل، وهتبقى كويس قوي. اكتب لك الروشتة دلوقتي دي، تصرفها من بنك السي اي بي. بقى انا جبران محمد خليل، يدغف يا دغل يا عربيد يا سكير، اخبط دماغي انا في الحيطه؟ لا ده انت بتهزر بقى. أعزائي المشاهدين، السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. يا أبو أحمد، أنت جننت ولا إيه؟ لما نحب نوصف شخص مبتكر ومبدع بشكل إيجابي بنقول عليه مجنون، ولكن أيضا أحيانا ممكن نستخدم هذا الوصف بشكل سلبي نيجاتيف، عشان مثلا نوصف إيقاع العالم الضاغط اللي إحنا عايشين فيه، اللي بيجبرنا إن إحنا نخوض صراعات يومية في الشارع أو في المواصلات أو حتى مع عائلتنا وأصدقائنا. ولكنه يعني نقدر نقول اللي بيحصل في الشارع وعلى مستوى الإشارات جنون نقدر نتعامل معاه، لأن إحنا قادرين نتوقع ردود أفعاله ونتكيف معاها قبل الأدق، بنكون إحنا نفسنا جزء من هذا الجنون. مالك يا أبو حميد؟ تكش عشان ما تتعبش. ولكن فجأة لو وسط حياتنا اليومية العادية بجنونها العادي الطبيعي ظهر مريض عقلي أو مجذوب بلغتنا، بيصرخ أو بيشتم أو بيكلم نفسه، أول حاجة بنحس بيها الخوف والرغبة إننا نبعد عن محيطه، أو بالعكس هو اللي يختفي من محيطنا، لأننا ما نقدرش نتوقع رد فعل، لأن كل أفعاله بالنسبة لنا مش مبنية على منطق، مش حاجة بتحصل فبيبقى قدامها رد فعل منطقي بيناسب حجمها. ده جنون إحنا مش جزء منه. الخوف اللي بنحس بيه تجاه عدم فهمنا لهذه الأحداث المجنونة أو توقعاتنا لتصرفات المريض العقلي، خليني أقول لك يا عزيزي إن هذا الخوف اللي إحنا بنتكلم عنه ده مش خوف جديد، وقد يكون في عالمنا اللي أنا وإنت بنتكلم بيه خوف منطقي وقديم غدا الإنسانية نفسها. بشرية هتقعد كتير قوي عزيزي بتحاول تحارب هذا الشيء المسمى بالجنون. لما نيجي نبص على أواخر القرن الـ15 أو ما يعرف بعصر النهضة في أوروبا، The Age of Reason، كمان فخد بالك من الحتة دي، يتخيل الكاتب الألماني سيباستيان براند ملحمة شعرية لطيفة قوي اسمها سفينة الحمقى، Ship of Fools. اسم عربية فول في الزمالك. هذه السفينة شايلة على متنها الحمقى والمجانين أو المنبوذين اللي مش متكيفين مع مجتمعاتهم، عشان تاخد هؤلاء الناس المهمشين لأرض بعيدة عن المجتمع اللي رفضهم صورة هيستلهمها من بعده رسامين زي جيروم بروش في لوحة بنفس الاسم. لكن يا عزيزي خليني أقول لك إن ده لم يكن مجرد مجاز أدبي، الكلام اللي بحكي لك عنه ده كانت سياسة في أوروبا لطرد المجانين برا المدن، سواء بقى إن هم يسيبوهم تايهين برا جدرانها في الغابات أو البراري أو بشحنهم في السفن. في فرانكفورت في نهاية القرن الـ14 كان بعض البحارة بيكلفوا بتخليص مدنهم من المجانين. أنت عامل بحار مسؤول إن أنت تتخلص لي من كل مجنون في هذه المدينة، اتصرف. أحيانا هؤلاء البحارين كانوا بيرموا المجانين اللي معاهم في البحر قبل ما يوصلوا مدينة تانية، احنا مش هناخدهم مدينة بعيدة هنتخلص منهم. والفترة القريبة من التاريخ سواء في القرون الوسطى أو الحضارات القديمة زي الحضارة المصرية القديمة وبابل واليونان وفارس، حتى عزيز الإنسان ما قبل التاريخ، الناس دي كانوا بينظروا لحاجة زي الجنون، ظاهرة الجنون دي، بأنها عقوبة إلهية أو مس شيطان أو علامة على ضعف الشخصية ونتاج خيارات أخلاقية سيئة. ما كانش فيه عزيزي منتال إلنس، كان عزيزي الشخص مجنون لأنه وحش، ما ينفعش، كسول، غير أخلاقي. أنت عملت حاجات وحشة في حياتك
عشان كده اتجننت. كان يا عزيزي المنظور ان الجنون بيحصل لاسباب شيطانيه، لدرجه ان في 1797 بيعثر علماء الاثار في جنوب روسيا على جماجم مثقوبه بادوات صخريه بترجع لامتى يا ابو حميد؟ ل 5000 سنه قبل الميلاد. المهم يا عزيزي العلماء بيستنتجوا ان الخرام اللي موجوده في الجماجم دي كانت محاولات لعلاج الجنون عن طريق ان هم يفتحوا الجمجمه لفتح مجال ان الشياطين والارواح الشريره دي تطلع. الممارسه اللي راح تحيطها اعداد كبيره جدا من البشر، الممارسات البدائيه دي فضلت مستمره لغايه القرن 18. لالاف السنين تعرض المجانين للجوع والعبوديه والنفي، على حسب الفيلسوف الكبير ميشيل فوكو في كتابه تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي. وبالمناسبه عزيزي لو حصلت في يوم من الايام على الواتساب بتاعي هتجد ان انا صورتي مع هذا الكتاب، قد ابدو غريب الاطوار شويه عزيزي بس انا كده او بحاول ابقى كده. هذا الكتاب يا عزيزي في غايه الاهميه، 1961 وبيطرح اسئله هزت الطب النفسي. عمك فوكو بدا يسال السؤال هو از ماد، مين هو المجنون ومين اللي بيحدده وباي سلطه؟ وبيشوف فيه ان كتابه روايه دقيقه لتاريخ الجنون مش هتكون روايه حوالين مرض الجنون وعلاج الجنون. دي حاجه مهمه جدا يا عزيزي، الجنون مش تعريف طلع لنا لوحده ولكن حوالين حاجات مهمه جدا زي السلطه والحريه وتاريخ العقل نفسه واقصاء المختلفين عن المجتمع باسم العقل. خد بالك بيصبح هنا العقل، او خد بالك برضو ما نسميه العقل هو الخصم وهو الحكم، هو اللي بيحدد ايه اللي عاقل وايه اللي مش عاقل. اما تجيب حد تاني، جيب عضو تاني، كبد مثلا، حد يستشير الكبد مالوش علاقه بالمواضيع كده، اقول لك يا جماعه العقل والقلب والعقل هو اللي يحدد مين الصح فيهم. يا سلام، ما هو يحدد نفسه طبعا. انا شايف يا عزيزي ان اعضاء لازم تصور على هذا الاورجان. فكرت في الكلام ده كويس يا ابو حميد، عايزين لو كنت فكرت فيه ما كنتش قلته، كان هيمنعني. فوكو بيقول ان في اوروبا في عصر التنوير حصل ربط بين الجنون والخطا الاخلاقي والجريمه، وان المشافي اللي المفروض تستقبل المجانين لم يكن غرضها ان هي تعالجهم قد انها تعاقبهم اخلاقيا. الانسان وقتها كان عايز يطمن نفسه ان انا كويس، الناس دي مجانين عشان هم عملوا حاجات وحشه. الانسان هنا كان عليه ان هو يستعبد كل انواع التمرد والخروج على قيمه وقواعده. طبعا رؤيه فوكو زي ما تعرضت لنقد من مفكرين وكتاب تانيين، ولكن اسئلتها فضلت مركزيه ومهمه في النظر للجنون، وساهمت ضمن حركه واسعه بدات في الستينات في كتب وافلام ومسيرات وحملات في تغيير عالم الرعايه النفسيه للابد. ده كان كتاب مهم يا عزيزي، وميشيل فوكو واحد من اهم علماء الاجتماع ومن اهم الفلاسفه على الاطلاق. وجود فرع خاص في الطب بيركز على المرض العقلي فكرة جديدة يا عزيزي، دي فكرة حديثة لم تتجاوز 150 سنة. ويمكن أول نظرة متطورة بصينا للجنون بيها كانت على إيد الجماعة الإغريق، وبتظهر مثلا في المسرحيات التراجيدية زي المسرحية المعروفة وديب لسوفوكليس. فكرة الذات أو النفس الداخلية المعذبة برغباتها وبطموحها أو حتى شعورها بالعار أو الأسى أو الذنب. أبوقراط الطبيب اليوناني الشهير والستودنتس بتوعه تلامذة يعني، الجماعة دول يا عزيزي بيرجعوا الجنون، تفسير الطب يعني للجنون، لنظرية الأخلاط الأربعة. إيه هم يا أبو حميد؟ عايز تعرف؟ حاضر. الدم، الصفراء، البلغم والسوداء. اتزان الاربعه دول بيؤدي ان الجسم يبقى كويس والعقل يبقى تمام، واختلالهم ممكن يؤدي للجنون. ايه ده يا ابو حميد؟ يعني انا لو مصاب بنزله شعبيه حاده اروح لطبيب نفسي؟ احنا يا عزيزي عايز اقول لك كلنا محتاجين اطباء نفسيين بغض النظر عن عندنا ايه. رغم سذاجه نظريه الاخلاط الاربعه الا ان احنا اول مره نشوف حاجه زي المرض العقلي كحاله طبيه، حاله طبيه نتيجه مرض عضوي مش بسبب شياطين او قوه خارقه للطبيعه. الفلسفه اليونانيه بتوصف الجنون بمرض الروح لا ممكن يحصل بسبب ضغوط او بقلق، ولكنهم ما بينكروش دور الطب في علاج الجسم بالمرض. ثراء التفكير النظري للاغريق والرومان خلى عندهم دستور علاجي غني جدا للجنون، وترسانه من الطرق العلاجيه والادويه اللي بتعتمد على توازن الاخلاق. ده الجزء اللي بيعالج بشكل طبي. بيظهر بقى العلاج النفسي بانه يشبع الاحتياجات النفسيه الاساسيه للمريض، زي الترويح عن النفس، محاوله ان احنا ناخد منه شويه الافكار اللي مسيطره عليه، الاوفر سينكينج اللي عمال بيعمله ده، نسمعه موسيقى بقى، نسفره، نخليه يشاهد مناظر طبيعيه، نخليه يتفرج على مسرح اللي بحسب نظريه ارسطو قادر يخلق نوع من التطهير للمتفرجين. انا بلاحظ يا ابو حميد الناس بتتفرج على مسرح مصر بيتطهروا. النظره للجنون كحاله طبيه ممكن علاجها بتبدا تتراجع مع بدايه المسيحيه في القرن الاول. اول ما في مسيحيه بيبدا يقول لك ان الكلام الطبي مش شرط يكون هو اللي بيطبق هنا. بتبدا الحاله اللي تبقى موجوده وقتها ان يا جماعه اسباب الجنون هي الارواح الشريره، الشياطين، وطرد هذه الارواح الشريره والشياطين يجب ان تكون ممارسه اساسيه اثناء التعميد. بيفضل الموضوع كده ممتد لحد ايه؟ القرن ال11 بسبب دور الحضاره الاسلاميه في حفظ ما توصل ليه الطب اليوناني والروماني عن طريق عمليه الترجمه. رغم ان العرب القدماء اعتقدوا بدورهم ان الجنون مس من الجن، ولكن هم السبب في ان احنا حافظنا على التراث الطبي اللي كان موجود ايام اليونانيين في النظر للجنون. وبيألف ابن سينا سنه 1025 كتاب القانون في الطب، وبيخصص ثلاث فصول لوصف الحالات الطبيه النفسيه واسبابها. ويجي
برضو حد زي أبو بكر الرازي ويشخص حالات الاكتئاب ويفكر لها في علاج. وهنا بتظهر فكرة وجود مكان مخصص في المستشفى لعلاج الأمراض النفسية في عصر الوليد بن عبد الملك، وبيهتم الطب العربي بمحاولة معالجة الجنون بطرق مختلفة بقى: سماع الموسيقى، النظافة الشخصية، مشاهدة المناظر الطبيعية في الجناين اللي كانت موجودة في المستشفيات. خد بالك يا عزيز، ده سنة 1025، شوف المستشفيات كانت عاملة ازاي، خضرة بقى ومزيكا كأنك عزيز داخل السبا. طبعا في هذه الفترة كونك وصلت المستشفى ده معناه ان انت يعني حالتك شبه ميؤوس منها، حتى لو كانت هذه المستشفى المفروض انها متطورة مقارنة بالمستشفيات اللي في العالم التانية، لو كان اساسا فيه هناك مستشفيات في العالم وقتها. طبعا ده تقدم عظيم وممتاز، ولكن أول مستشفى في العالم لمعالجة الأمراض النفسية كان في عصر السلطان قلاون. غالبا عزيزي كان عصبي شوية. الكلام ده كان سنة 792. فين يا عزيزي؟ القاهرة. يا أبو حميد، القاهرة مهتمة بالأمراض النفسية. كان يا عزيزي هذه المستشفى اسمها البيمارستان، اللي اتحرف منه الاسم اللي بنسميه لمستشفى الأمراض العقلية دلوقتي، المبستان. ده يا عزيزي اللي كان بيحصل في العالم الإسلامي. أوروبا بقى المسيحية في القرون الوسطى، بعد سنين من احنا خلاص مش شغالين في حاجه، مش عايزين نفهم حاجه، خلاص احنا فهمنا كل حاجه وعارفين كل حاجه، بيرجع تاني الاهتمام بدراسه الجنون عن طريق ايه؟ ترجمه مؤلفات الكتاب المسلمين والعرب، اللي برضو كتاب المسلمين والعرب واخدين مترجمين من اليونانيين والرومان. مش بتعرف عايزين الحضارات دي بتبني على بعضها، مش حاجه اسمها كل واحد لوحده. واسمع دي يا عزيزي، ومن بين يا عزيزي الكتب اللي اترجمت كان كتاب ابن سينا اللي بتكون نسخته المترجمه للاتينيه اكثر الكتب طباعه بعد الكتاب المقدس. بيوصل الفلاسفه في اوروبا وعلى راسهم القديس توماس الاكويني دراسه الجنون وطبيعته بوصفه مرض للروح، وبتتأصل أكتر فكرة إن الجنون ده مرض عضوي نقدر نعالجه، ولكن برضو بتفضل فكرة الاستحواذ الشيطاني هي المؤثرة. فهو مرض عضوي ممكن نعالجه بالطريقة دي، ولكن برضو لسه يا جماعة محتاجين نتخلص من الشيطان اللي جوه اللي بيعمل هذا الجنون. بتوصل هذه الفكرة ذروتها عند القرن ال17 لما الكاتب الإنجليزي روبرت بيرتون في كتابه تشريح السوداوية بيعلن إن الشيطان هو المسؤول الأساسي عن حالات الاكتئاب والانتحار. Breaking news، الشيطان هو المسؤول عن الاكتئاب والانتحار. بس كده بيرتون؟ نعم. بتزدهر وقتها علم دراسة الشياطين، تتبلور أكتر فكرة علاقة الشيطان بالجنون اللي بتتجلى في حملة مطاردة الساحرات. اللي اسمها دي عزيزي بيروح ضحيتها من 40-60 ألف واحدة ست متهمين إن هم سحرة وبيمارسوا الشعوذة. في عادي عزيزي الروايات كان لما حد يقول يا جماعة الست دي ساحرة وبتحضر أرواح وبتعمل حاجات شريرة، يقوموا عزيزي واخدينها كده ومغرقينها. والله لو طفت يبقى فعلا الست دي ساحرة وبتستخدم قوى الشر وهنحرقها ونقتلها. طب أبو حميد لو كانت غرقت؟ أوبس، أنا آسف. إيه؟ الله رحمها، يعني كنا شاكين هنعمل إيه؟ كانت ظروف غريبة يا عزيز، تخيل فيها من 40-60 ألف واحدة ست ماتوا كده، جينا نغرقهم لأنهم غرقوا عادي. مش بس كده يا عزيز، مش بس الناس اللي بنقول عليهم سحرة، كان بيتحرق مع الناس غريبة الأطوار دي كتير من المجانين والمصابين بالاكتئاب. وبحسب كلام بعض من آباء الكنيسة وقتها، فالمزاج السوداوي هو المناخ الملائم للشيطان. الشيطان يا عزيز ما عندوش فصول صيف وشتاء وكده، أول ما يلاقي المناخ سوداوي تلاقيه بالمايوه. وبالتالي وبحسب محاكم التفتيش فدول أكتر فريسة سهلة للشيطان، والفترة طويلة بيتم استخدام تهمة الجنون وسيلة لتشويه الخصوم السياسيين والدينيين. أول ما بعايز اتخلص من حد أقول عليه ده مجنون، لأن اللي مش معانا ما عندوش عقل، لأن احنا بنفكر بمنطق وكل خراطنا منطقية، اللي مش بيتبع كلامنا يبقى هو مش منطقي، يبقى هو ليس عاقل، يبقى هو مجنون. في نهاية القرون الوسطى بدأ احتجاز مرضى الجزام والفقراء مع المجانين في الأديرة، ثم في مصحات ودور مخصصة للرعايات. وفي عصر النهضة بين القرن ال14 وال17 لما الأدباء والفنانين والعلماء هيحيوا المعارف القديمة عشان ينهضوا بأوروبا، هيحيوا معاها فكرة ارتباط الجنون بالمعارف الغامضة والحكمة، ويبصوا للمجنون نظرة القديس، ويشوفوا بقى إن فهم الإنسان مش هيحصل إلا إذا فهمنا عقله وجنونه مع بعض. إيه اللي علماء النهضة ده بيقولوا يا أبو حميد؟ إزاي؟ إزاي الجنون وعقل الإنسان يجتمعوا؟ دول نقيدين. بيقولك عزيزي تجمع بين الواقع والهذيان والأحلام والهلاوس عشان تفهم الحل الإنساني أحسن. هذه الفكرة بتعمل تأويلات جديدة للجنون اللي إحنا لما بنيجي بنوصف المبدعين دلوقتي بنوصفها بيها، وبيربط الجنون بالإبداع. زي عزيزي لما لعيب كرة يبدع فتلاقي جنون عصام الشوالي. كيف رأى؟ احترم عقولنا يا سالم. المهم ان هذا الربط بينعكس في الاعمال الادبيه زي مسرح شكسبير اللي شخصياته فيها بتصاب بالجنون. الملك لير مثلا عن طريق الجنون بيوصل لحقيقه ذاته. الجنون هنا عزيز بيبقى نضاره تخليك تشوف احسن. وفي دون كيخوتا لسيرفانتس اول روايه بالمفهوم الحديث بطلها
مجنون بيحارب طواحين الهوى. بتتطور شخصية الأحمق والمجنون والأبلة في الكتابات الأدبية عشان تصبح ناقد للتجربة الإنسانية. وحمد هنفضل ننتقد في التجربة الإنسانية، ده مش كويس عشان صحتها النفسية والله، بس يا عزيز لو سمحت ركز في الموضوع. هذا النقد بيكون وسيلة لتذكير الإنسان بحقيقته من خلال لغة غير منتمية لعالم العقل، بتطرح حكايات وأسئلة عن الحب والواقع والموت. ولكن مع بداية عصر العقل أو التنوير هتبدأ تتغير معاملة المجنون من التقديس أو النبذ أو التهجير للاحتجاز والإخضاع. في سنة 1656 بيظهر أول مرسوم ملكي لإنشاء أول مستشفى عام في باريس لاحتجاز المجانين مع الفقراء والمتسولين والعاطلين بغرض إخفائهم. إيه الشر ده؟ في عصر العقل متسيد فيه مفيش مكان للامعقول، غير طبعا ان مع زياده النزوح الريفي للمدن اول ما ابتدت الناس تسيب الريف وتروح بقى المدينه السيتي بيبدا يظهر حاله من الذعر بسبب العماله الفائضه. ده بقى عندك ناس مش لاقي شغل، زمان كان كله بيزرع فكله بياكل، مفيش حاجه اسمها فكره البطاله. لكن اول ما ابتدى بقى في مصانع ليها عدد معين تشغله ولا لا، بقى في فكره البطاله اللي اتكلمنا عنها في احد الحلقات. يعني ده يعمل ذعر عند الشعب، ويبدا هنا يظهر بقى عندنا المجنون بتاعنا الحلو اللي بسمسم اللي عمالين نتكلم عنه من اول حلقه، بوصفه كشخص بيجمع الخطر والفقر والعجز عن العمل. تظهر بقى فكرة عزلهم، بس دي ما ينفعش تقعد معانا، دول مجانين. وأشهر المستشفيات دي وأسوأها سمعة كانت مستشفى بيتلم الملكية اللي تأسست في القرن 13 لرعاية الفقراء والمحتاجين، ده كان الهدف في الأول. ولكن بداية من القرن 14 هذه المستشفى تخصصت في إنها تلم المجانين من الشوارع. أساليب علاج هؤلاء المجانين كانت أقرب للتعذيب، لدرجة إن في اللغة الإنجليزية كلمة بيتلم بقت مرادف للفوضى والجنون. كانوا المرضى ممكن يتلموا مثلا في مياه متلجة لفترات طويلة، أو يتأيدوا سلاسل حديدية لأيام، أو يقعدوا على كرسي محطوط على السقف يتوصل بحبال ويفضل الكرسي يلف 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 لحد ما يفقدوا الوعي. وكان الاعتقاد السائد وقتها إن طول ما أنت بتعرض المريض للعزلة والصدمة والتعذيب والضرب ممكن تعالج. فوكو كان شايف إن هذه النظرة للمجنون وقتها لم تكن مختلفة عن نظرة الإنسان للحيوان، بدليل إن كان ممكن مجموعات كبيرة يتحبسوا عراة في زنزانة واحدة مظلمة مقيدين بسلاسل يخش لهم الأكل من فتحة صغيرة، محبوسين لفترات طويلة في زنزانات بعرفوش فيها ليل من نهار في درجات حرارة ممكن توصل ل16 تحت الصفر. ومع الوقت يا عزيزي واسمع، دي مستشفى بيتلم بتستخدم المجانين لتحقيق أرباح عن طريق تقدمهم كعروض للترفيه للطبقة البرجوازية في الأجازات والأعياد. مش ده يا أبو حميد اللي بيحصل على التيك توك؟ الكلام ده مقابل تذاكر، الناس بتدفع فلوس عشان تتفرج على مجانين. العروض دي كان بتعرض فيها المجانين كأنهم حيوانات وممكن يجبروا على أداء حركات بهلوانية راقصة. ما احنا عايزين نعمل انترتينمنت، مفيش نتفليكس، يلا ارقصوا لي واعملوا لي حركات بهلوانية ويلا. كمان كان طريقة السلطات في انجلترا بتعريف المجتمع ان الخروج عن الخط الاخلاقي عقابه الجنون، يعني انت لو خرجت عن الخط الاخلاقي ده جنون، تلاقي حكم الراية بيشاور لك كده. المجانين كفرجة كان موجود زيها في المانيا وفي فرنسا اللي كان فيها عروض مسرحية في دار زي دار شارينتون، ابطال هذه المسرحيات مجانين. كانوا المرضى بيعانوا من الاهمال والتجويع والموت والعيشة في ظروف صحية شديد قذارة وكسر إرادتهم بالتعذيب. واحدة من شهادات المرضى أمام لجنة التحقيق حوالين اللي بيحصل في هذه المستشفى الكارثية اللي اسمها بيتلم دي كانت شهادة المريض اسمه جيمس نوريس اللي فضل متكتف بسلاسل وقضبان حديدية في الحيطة لمدة 12 سنة. ياه 12 سنة؟ 12 سنة عزيزي. فكرة عزيزي إن ما كانش هناك تفرقة بين الجنون والحماقة أو الخروج على قيم المجتمع. في القرن 17 بتسجل سجلات دار شارلتون إنها كانت ممكن تحتجز شخص بتهمة الجنون لأنه كذاب وعنيف ومزعج. ايه خضيت انت من الاخيره دي؟ لانك مزعج. وفي مستشفى زي سان لازار بيحتجز قسيس عنده 70 سنه كمجنون لانه كان بيرابي بفوائد عاليه ورافض يقتنع ان الربا خطيئه، وكان بيفخر انه مرابي وانه بخيل. ده كان طبعا الكنيسه شايفاه تهديد ومساس بشرف الكهنوت. فوكو يا عزيزي كان شايف ان دي ممكن تكون حماقه ولكنها ليست جنون. على حسب كلام فوكو هنا القسيس بيعمل فعل احمق مش عشان بيسلف بفوائد عاليه ولكنه عشان راجل دين بيسلف بالربا، دي في رؤيته حماقه، ممكن تكون حماقه ولكنها ليست حماقه يتهم عشانها بالجنون. فاهم قصده؟ هي الموضوع كان للدرجات دي يعني. وفي القرن 18 بتتحط ست في حجز المجانين لانها، شوف بقى التهمه الشنيعه، لانها اعلنت انها مش بتحب جوزها وان مفيش قانون في الدنيا يجبرها انها تكمل حياتها معاه لانها شايفه الجواز مش قدر نهائي. ليه ارتبط بالكائن ده طول عمري؟ والوضع ما بيختلفش كتير لو هنروح لمصحات في فرنسا او في روسيا او امريكا. ولكن في نهايه القرن 18 بتظهر فكره العلاج الاخلاقي المورال تريتمنت. احنا الراجل ده خلاص ما عندناش عارفين نعالجه ازاي، شويه نحبسه شويه قدسه شويه نقتله نحرقه، هنحاول نحل بقى هذا الموضوع دلوقتي بان احنا نشتغل على الموراليتي الاخلاق. هذه الفكره عزيزي بتتاسس في فرنسا على ايد فيليب نيل اللي بيغير الحمد لله من معامله المجنون من التقييد والضرب والاذاء الجسدي، وبتشوف ان الشخص ده
جدير بالشفقة والرحمة والصبر، وبتبدأ على أساس هذه الفلسفة رؤيتنا للشخص المجنون ده كشخص يستحق التعاطف مجموعة من المستشفيات، وبتنشأ على غرارها مستشفيات يورك أو يورك ريتريت في إنجلترا، اللي كانت بتحرص على وجود ملاذ آمن للمجانين اللي عمالين بنطردهم من أول الحلقة. هؤلاء الناس في هذا المكان يقدروا يمارسوا أنشطة زي القراية والمحادثات والأعمال اليدوية الخفيفة، وبتبدأ تطور شكل مستشفيات الجنون لمباني بيصممها مهندسين معماريين مرموقين بتتميز بالفخامة والمساحات الواسعة والمناظر الجميلة. ولكن هذه المساحات يا عزيزي كان فيها أعداد قليلة من المرضى، عشان كده في الأول كانت حلوة وناجحة جدا في إن هي تحقق لهم احتياجاتهم الفردية. هذه المستشفيات كانت بتركز على الهيمنة السيكولوجية من الطبيب على المريض، ناخد من الطبيب ونحط على المريض عن طريق إن الدكتور هنا بقى شوف بقى العلاج بالأخلاق، الطبيب يقدم له من خلال شخصيته وخبرته مثال أخلاقي يحتذى به. أيوة الشخص المجنون، شوف الدكتور، شوف مجموعه هنا عزيزي. إحنا أي نعم بننظر لهذا المجنون بشكل فيه شفقة، ولكن أيضا هذا المجنون ما اتجننش من فراغ، اتجنن لأنه عمل خطيئة. هذا النوع من المساحات انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان فيه عزيزة ما تقول كده نوع من التفاؤل الكبير قوي إن هما بيخلقوا يوتوبيا للمرضى من خلال المعاملة الأخلاقية الجيدة. ولكن في نهاية القرن 19 وحتى النص الأول من القرن 20 بدأ زي ما تقول كده يا عزيزي حد يلعب في التفاؤل. يا جدعان ما كانت حلوة وشغالة، التفاؤل بدأ يقل مع زيادة أعداد المرضى وفشل علاج أغلبهم. هيجي التفاؤل من إيه؟ قولي. بتبدأ تتدهور هذه المؤسسات وترجع أماكن الحبس، يعيش فيها بقى المرضى وسط الإهمال والقذارة والتقييد في السرير والعزلة والحرمان من المشي والتجول. متخيل دي كان فيها مناظر وجناين وحاجات حلوة ودكاترة بيعملوا مثال يحتذى به، أصبحت سجن للمرضى، وبتحول تاني العلاج مرة أخرى لطريقة عقاب. وبحلول بداية القرن العشرين بتموت بقى هذه الفلسفة بتاعة العلاج الأخلاقي عشان يحل محلها طرق علاج زي الصدمة بالإنسولين مثلا، ده بيستخدم كعلاج مبكر لمرض انفصام الشخصية سكيزوفرينيا. المرضى تاخدهم وتفضل تحقنهم في إنسولين لمدة أسابيع هيخش في غيبوبة. كمان كان في الصدمات الكهربائية اللي لسه لحد النهاردة بنستخدمها. بتظهر بعد كده يا عزيزي حاجة اسمها اللوبوتومي اللي هو استئصال فص المخ الأمامي. الكلام ده بيظهر في ثلاثينات القرن العشرين على إيد جراح المخ والأعصاب البرتغالي أنطونيو مونيز لعلاج أمراض الفصام والاكتئاب، وبياخد عنها جايزة نوبل سنة 1949. بعض الناس بيرانكوا هذه الجائزة كواحدة من أسوأ جوائز نوبل في التاريخ. خليني أقول لك إن الجراحة دي كانت بتحقق نجاحات في البداية وبتحول سلوك المريض من العنف والحدة للهدوء، ولكن بقى على المدى الطويل بتبدأ تظهر المشكلة لأن الفص الأمامي اللي موجود في المخ ده هو اللي مسؤول عن التفكير وعلى قدرتنا الحركية وعواطفنا والتواصل الاجتماعي ومدى انتباهنا، وهو كمان اللي مسؤول عن شخصيتنا، وبالتالي حالة المريض بتفضل تتدهور وعيهم بذاتهم بيختفي ويبدأ يبقى عندهم قصور في الاستجابة، قدراتهم العقلية بتبدأ تقل وشخصياتهم بتندثر. ما عادش فيه فطبيعي جدا ان الناس تهدى لان ما عادش فيه، ورغم نتائج الجراحه السلبيه الا انها بتفضل منتشره في امريكا لحد نهايه السبعينات. من الثلاثينات لحد السبعينات بنستأصل في مخوخة الناس. على الرغم من مساوئ مستشفيات الجنون في القرن 18 و19 الا انها عزيزي ما ننكرش انها خلت الاطباء يفكروا في حاجه زي الجنون بشكل مختلف. لحد دلوقتي ده الجنون كان يافطه كبيره تحتها كل الامراض العقليه زي الذهان والانفصام اضطراب ثنائي القطب وحتى ايه الاكتئاب والقلق، او حتى ان انت تتصرف بغرابه ان انت تبقى ويردو مجنون. ومع دراسه الجنون من قبل اطباء بقى في فرنسا والمانيا وبريطانيا يوصلوا لفرضيات كتير حوالين كونسبت المرض العقلي ده، وبينتبهوا لاثر زي الضغوط النفسية وعدم الاستقرار أو الحرب أو الاضطراب السياسي على الصحة العقلية. بيقولوا يا جماعة ممكن اللي يؤدي لهذه الأمراض العقلية تلف في المخ أو مشكلة في الأعصاب، حاجات بيولوجية حاجات ملموسة نقدر نخش نعالجها فنصلحها، زي اللي ممكن يكون مسؤول عنه مرض زي مرض الزهري اللي بيؤدي لمشاكل سلوكية، خصوصا مع تطور الطب الحديث في القرنين ال 18 وال 19 والفهم الأوضح اللي ابتدى يحصل للجسم البشري بنلاقي تطور في التشريح الأناتومي وبنبدأ نفهم أمراض كتير وبتتطور أشكال مبكرة من التطعيم وبتتفهم نظرية زي نظرية الجراثيم وأثرها في المرض. وهنا بيرجع فكرة إن المرض العقلي ناجم عن سبب عضوي بيولوجيكال. في 1856 بيتولد في مدينة فيينا العالم النمساوي سيجمند فرويد مؤسس علم السايكو أناليسيس أو التحليل النفسي. رغم إن كتير من نظريات فرويد دلوقتي تعرضت لكتير من المراجعة اكتشف إن هي أي كلام يعني كتير يعني منها، ولكن في حاجات برضو إنسايتفول شوية، إلا إن تأثير مساهماته وكتبه وأفكاره لسه حاضرة بقوة خصوصا في الأدب والفنون والسينما، وبيدين علم النفس لهذا الرجل بتحوله
لمجال علمي وطبي مستقل ومحترم. الناس بعد عزيزي فرويد أصبحت تشوف علم النفس ده كشيء بنحترمه وبنحاول نفهمه وندرسه. فرويد بيقدر يغير النظرة لعقل الإنسان بوصفه كعقل في حالة من السيولة والديناميكية. هذا العقل بيتأثر بالتجارب اللي مر فيها بحياته وبتتأثر معاه صحته العقلية. بيتوصل فرويد ان العصاب او المخاوف اللي بتعمل اضطرابات في الشخصية والتوازن النفسي ده كله بيرجع لصدمات الطفولة الاولى. كاتب احمد شوف والذكريات المدبوتة اللي بتظهر على شكل اعراض هستيرية وبيطور النظر للمرض العقلي اللي ممكن تكون بسبب اللاوعي والرغبات المدبوتة. وبيأسس عزيز النظرية كاملة اسمها عقدة اوديب نسبة لعمرو اوديب يا ابو احمد لا نسبة لمسرحية أوديب اللي كتبها سوفوكليس. عقدة أوديب وكل هذه الأفكار اللي طرحها عمك فرويد وعلاقة الطفولة بالأمراض النفسية والذكريات المكبوتة والرغبات المكبوتة كل دي كانت أفكار ثورية في وقتها. ولكن يمكن واحد من أهم تأثيرات هذا الرجل هو تطويره للعلاج بالكلام اللي هو معروف دلوقتي بالثيرابي وإدراكه إن نجاح هذه النوعية من العلاج محتاج يبقى هناك علاقة مستمرة بين الطبيب الدكتور وبين المريض. بتعتمد الطريقة دي في العلاج إن الطبيب يخلي المريض يطلق العنان لأفكار يلا يا مريض ما فيش تفاصيل تافهة أو مؤلمة أو مشينة ما فيش قيود يلا قول أنت حاسس بإيه. لأن تذكر هذه التفاصيل بشكل إرادي عمليا ممكن تبقى صعبة توجع لأن المريض ده ممكن يكون مر بتجربة صعبة أو حاسس بذنب أو عار تجاه هذه التجربة. بعد ما عمك فرويد بيسمع أفكار مريضه العشوائية بيبدأ حللها عشان يلاقي الافكار دي تحتها في ايه اللي مستخبي جوه ايه مصدر المشكله النفسيه اللي بمجرد ان المريض يفهمها تتحل عنده هذه المشكله النفسيه. ايه حدث معين حصل اثناء الطفوله هو ده اللي بيسبب هذه التعاسه هو ده اللي فرويد كان بيبحث عنه. بعد قيام الحرب العالميه الاولى سنه 1914 بيطبق فرويد نظريته على المنشا النفسي للهستيريا على الاف الجنود. كتير من الجنود كانوا بيعانوا من حاجه اسمها صدمه القذيفه الشيل شوك. دي صدمه كانت بتصيب الجنود من كتر الاهوال اللي بيشوفوها في الحرب. الجنود كان تلاقي عندهم أعراض ذهول وانفصال عن الواقع. الحاجات دي بتتمثل في شلل وفقدان البصر والسمع والنطق. هلا لك عزيزي الأطباء في الحرب فسروا هذه الأعراض على إنها دليل على الجبن وضعف في شخصية الجنود وعقولهم دي ناس شخصيتها ضعيفة وجبانة عشان كده عندهم شيل شوك. وده عزيزي انعكس على الطرق القاسية اللي حاولوا يعالجوا الجنود دي بيها زي الصدمات الكهربائية وإجبار المصابين بالخرس المؤقت على الصراخ عن طريق تعرضهم لآلام مبرحة فتاخد حد أخرس وجعوا جدا فيصرخ. طبعا يا عزيزي اللي احنا بنهاتي فيه وبنهري فيه والاطباء عمالين رايحين جايين وبيقولك ضعف شخصيه وجب اعرف النهارده بكرب ما بعد الصدمه الناس يا عيني شافوا اهوال حرب شافوا ناس بتموت ليهم اصحاب ماتوا هم قتلوا عندهم صدمه. عمك فرويد بيلهم جيل كامل من المحللين النفسيين لعلاج عصاب الحرب ده وبتبدا تتطور بعده مدارس مختلفه للتحليل النفسي وكتير من هذه المدارس بينشا بالاختلاف مع مدارس فرويد زي مثلا تلميذ فرويد كارل يونغ اللي بيعترض على نظريه الأصل الجنسي للاضطرابات العصبية وبيقدم نظرة تانية على الأنماط الشخصية وبيطرح فكرة اللاوعي الجمعي المشترك بيننا جميعا كبشر وبين أسلافنا بدل اللاوعي الفردي. تلميذ فرويد الثاني هو الطبيب النمساوي ألفريد أدلر. الراجل ده بيفسر كتير بقى من الدوافع بتاعتنا الحاجات اللي بتحركنا بعقدة النقص الانفيريوريتي كومبلكس كقوة بتدفع الإنسان إنه يتغلب عليها. وعلى عكس فرويد ويونغ يكون الشعور مش اللاشعور هو مركز نظرية أدلر. شعور الإنسان بضعفه بالإنسكيورتيز بتاعته سعيه للكفاح من أجل التفوق ده ممكن يحسن الإنسان وأيضا ممكن يكون سبب عدوانه للآخرين ونفسه. تطور مدارس التحليل النفسي اللي عماله تفتح كده جنب بعض بيرسخ لفكره ان المرض النفسي او الاضطراب العقلي مش مختصر بس على المجنون. بحلول الخمسينات في القرن العشرين بتكون فكره معاناه الناس مع العقد النفسيه حاجه مالوفه ومعروفه وعاديه. ومع نهايه القرن العشرين الحمد لله بيكون مفهوم عند ناس كتيره جدا جدا ان الاضطرابات العصبيه زي الاكتئاب او التوتر او الضغط او عدم التوافق النفسي عند المراهقين ادمان عادات معينه زي شرب الكحول او المخدرات اضطرابات الاكل الانوركسيا نيرفوز والبوليميا دي حاجات موجودة عند الكل بدرجات أو بأخرى. كل واحد هتلاقي عنده هوس بحاجة معينة. في القرن العشرين تطورت أساليب علم النفس والطب النفسي اللي بعد آلاف السنين قدر يتوصل لمعاملة العقل البشري بوصفه والله العظيم ثلاثة عضو زي باقي أعضاء الجسد. ويتطور علم الأدوية النفسية تطورات كبيرة من سنة 1949 لعصرنا الحالي. أدوية ساعدتنا إن احنا نتغلب على أمراض عقلية كتير. أدوية بتساعد في القلق والاكتئاب والوسواس القهري والذهان والفصام وساعدت مرضى كتير إن هم يسيبوا المستشفيات ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وابتدى يقترب علم
النفس اكتر للعلوم الطبيه. اللي هو يا جماعه خلاص ما عادش في شياطين، ما عادش في ارواح، ما عدناش هنحبس مجانين، لا احنا هنشوف الناس كان عندها مشاكل بيولوجيه معينه او نفسيه، وهنشتغل على الجانب البيولوجي بالادويه، وهنشتغل على الجانب النفسي بالثيرابي. وبقت اشكال العلاج زي مثلا العلاج السلوكي المعرفي بتستند اكتر، بنشوف النيوروساينس بيقول ايه وبنستند ليه وبنعمل الثيرابي بتاعتنا. وبرغم الانتقادات والاسئله حوالين الاثار الجانبيه الممتده للادويه اللي احنا بنديها المرضى، الا ان كل كلامنا فيه يعتبر نقله في التفكير في المرض العقلي. من الاول بقى ما كنا بنستبعد المجنون، بنهمشه، مش عايزين نسمعه، بقينا يا عزيزي بدل ما نسال مين هو المجنون نسال ازاي نقدر نعالجه. بعد الحرب العالميه الثانيه ومع حدوث تغيير ثقافي كبير للنظره للمرض، استبدل في الولايات المتحده الامريكيه لفظ المجنون انسين بلفظ المريض العقلي. ما عادش في حاجه اسمها حد مجنون، بقى في حد عنده مرض عقلي معين. واستبدل في التشريع الانجليزي مصطلح زي لونتيك بمصطلح الشخص الغير سليم عقليا. وفي سنه 1948 ورغم التطور في مجال علاج المرض العقلي، الا ان استاذ علم الاجتماع في جامعه كاليفورنيا اندرو سكول في كتابه Madness in Civilization The Cultural History of Insanity شايف ان اشكال الرعايه للمرض العقلي لسه حتى بعد التطور اللي وصلنا له محتاجه تطوير. حتى في الدول اللي بيتمتع سكانها برعايه صحيه عاليه ما فيهاش تغطيه كافيه للمرض العقلي، ولسه لحد النهارده كتير من الناس بتشوف اللي عنده مرض عقلي على انه مصدر وصمه او علامه على خلل في السلوك الشخصي. وفي تقرير نشرته منظمه سيف جارد ديفندرز في مدريد كشفت فيه على ان دوله زي الصين لسه بتستخدم مستشفيات الطب النفسي لسجن المعارضين والنشطاء السياسيين لحد دلوقتي. والحقيقه ان طريقه تعاملنا مع المرض النفسي بتفهمنا اكتر عن نفسنا اكتر ما بتفهمنا عن الجنون، وعسى ان تكون نفسنا هي الجنون وجنوننا هو نفسنا. ويظل الاختبار الحقيقي قدام البشريه عشان توصل لمجتمع عادل ومنصف هو طريقه معاملتها للشخص الاضعف او المختلف عنها. بس كده عزيزي، خيرا وليس اخرا، اتمنى انت تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجديده، تبص على مصادر احنا على اليوتيوب، اشترك في القناه. ابو حميد، بما انك يعني في مجال العلم وعلم النفس كده قيمه وقامه وتركه، حضرتك بتتابع انهي مدرسه في المدرسه السلوكيه؟ والله عزيزي انا كنت اي جي وبؤيد مدرسة الشهيد ألدر. والله عزيزي بشوف البشرية بقول ألدر ولطف، لو ما خدش بالك هي قلشة على مستر ألدر صاحب الانفيريوريتي كومبلكس اللي هي عقدة النقص، اللي زي ما انت ملاحظ عندي منها كتير في موضوع الكوميديا بالذات، فبعوضها بان انا بقول كوميديا. انا ماشي.